كلا من الأميرة ديانا، أميرة جريسكوت تبدو الوهلة الأولى وكأنها لا توجد أي من أوجه التشابه بينهما، خلاف أن كلا منهما كانت شقراء جميلة وتزوجت من رجل كان مكتوب عليه أن يكون له سلطة وحكم. تابعونا نتعرف أكثر على التشابه والاختلاف بين الأميرتين. على الرغم من أن الفارق بين عمر الأميرتين كبير، حيث تكبر جريسكيليا عن ديانا أكثر من 30 عاما، ولكن فإن حياة الأميرتين تتشابه في العديد والعديد من الأمور. بالنسبة للأميرة جريس، فهي كانت قبل زواجها ممثلة أمريكية ناجحة حصلت على جائزة أوسكار، فكانت في قمة شهرتها عندما اختارت التخلي عن هوليوود من أجل الزواج من الأمير رينيم أمير موناكو وقتها. أما الأميرة ديانا فكانت بريطانية من عائلة نبيلة، ومع ذلك كانت شديدة الخجل وقليلة الظهور في المناسبات الاجتماعية، كما أنها كانت تعمل في وظيفة عادية إلى حد كبير بالنسبة لأبناء الطبقة الأرستقراطية، حيث كانت تعمل مدرسة حضانة. حقيقة أن الأميرة جريس كانت لا تجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع حياتها الملكية، وهذا عكس الأميرة ديانا، كما أن زواج جريس من الأمير ريني كان بعد قصة حب جمعت بينهما، في حين أن زواج ديانا من شارلس كان أقرب للزواج المدبر، حيث تقدم شارلس بطلب الزواج من ديانا بعدما تأكد له أنه لن يتمكن من الزواج من المرأة التي كان يحبها، وهذا بعد إلحاح من عائلته عليه للزواج، وخاصة الزواج من الأميرة ديانا التي كانت بالنسبة للعائلة اختيار مثالي كزوجة لملك بريطانيا المستقبلي. كما أن زواج جريس والأمير ريني كان زواج مستقر وسعيد بالنسبة للكثيرين، كما أنهما ظل زوجين حتى وفاة جريس، في حين أن زواج ديانا وتشارلس بدأت المتاعب والخلافات بعد فترة وجيزة، كما أن زواجهما انتهى بالطلاق قبل وفاة الأميرة ديانا. نأتي إلى التشابه في حياة كلاهما. بداية أن كلاهما تزوجت من وريث للعرش في وطنه، قيم لهم احتفالا للزفاف الملكي كان حديث الكثيرين سواء كانت جريس أو ديانا. تفاني كل منهما في العمل الخيري ورعاية العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، كما أن كلاهما كان لهما معاناة مع الحياة الملكية وبالأخص الأميرة ديانا، وقد عانت الأميرة ديانا من خيبة الأمل والحياة الزوجية لدرجة إعلانها عن هذا أمام وسائل الإعلام. جميع هذه الأمور كان الجميع يعلم بها، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أن زواج الأميرة جريس كانت به أيضا شائعات عن الخيانة، حيث قيل أن الأمير ريني خان زوجته الأميرة جريس مع نساء أخريات، حيث عانت جريس بإهانة وتعاسة بالغة، وهذا حسب ما جاء في كتاب عن الأميرة جريس للكاتبة المتخصصة في الشؤون الملكية. ومن الواضح أن كل منهما كانت تعاني من متاعب متشابهة في صمت بالنسبة للأميرة جريس وبالنسبة للأميرة ديانا في السنوات الأولى من حياتها. وأيضا قد أوضحت الأميرة ديانا عند حديثها خلال سيرتها الذاتية، حيث قالت عن لقائها بالأميرة جريس: أتذكر لقاء الأميرة جريس وأنها كم كانت رائعة وهادئة، ولكن كانت هناك متاعب خفية كان يمكن أن أشعر بهذا. كما جمع بينهم الأسلوب الهادئ والشعور بالخجل، جمعهما أيضا حب الناس لهما، وذلك لانحياز كلاهما للناس ومساعدة الآخرين والعمل الخيري ورعاية العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، وخاصة تلك التي تخص الصحة والأطفال. فمثلا الأميرة جريس كانت خلال حياتها تعمل كراعية للصليب الأحمر في موناكو ومؤسسات أخرى. أما الأميرة ديانا فعملت خلال حياتها كأميرة مع حملة الصليب الأحمر أيضا البريطاني لمكافحة الألغام الأرضية المضادة للأفراد، كما اشتهرت أيضا بدعمها للمرضى الذين يعانون من فيروس نقص المناعة ومن مرض الإيدز. وفات كل منهما في حادث سيارة مأساوي حاطت بها كثير من الشائعات. نقلت جريس إلى المستشفى بعد إصابتها بينما كانت في طريقها للعودة إلى موناكو، وتوفت في اليوم التالي. أيضا الأميرة ديانا انتهت حياتها بحادث مروع حينما كانت في فرنسا، وتوفيت بعد فترة وجيزة من نقلها للمستشفى. وللتعرف أكثر على حادثة الأميرة ديانا،
لدينا بالقناة مجموعة من فيديوهات نتحدث فيها عن هذه الحادثة باستفاضة، أنجبت كلتاهما ولي عهد موناكو وإنجلترا، كما أن لكلاهما حفيدة سميت شارلوت. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد.